مرحبا لكل المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. ضيق التنفس هو الشعور بعدم الارتياح من جهد المرء بالتنفس، ذلك هو عرض طبيعي للمجهود الثقيل، ولكنه يصبح مرض بحال حدوثه بحالات غير متوقعة. وب 85% من الحالات هو إما بسبب الربو، الالتهاب الرئوي، نقص تروية القلب، أمراض الرئة الخلالي، قصور القلب الاحتقاني، مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو أسباب نفسية. العلاج بيعتمد عادة على السبب الكامن وراءه. ضيق التنفس هو واضح من صعوبة بالتنفس، وهو العرض المادي المشترك من الضائقة التنفسية. هيك ذكرت إحدى الدراسات الأمريكية أنه ضيق بالتنفس هو السبب الرئيسي ل 3.5% من الناس الموجودين بقسم الطوارئ بالولايات المتحدة. حوالي 51% يتم قبولهم بالمستشفى، و 13% قد لقوا حتفهم بغضون عام. وقد اقترحت بعض الدراسات انه ما يصل الى 27% من الناس بيعانوا من ضيق التنفس، بحين يموت 75% من المرض يلي بتواجهه ذلك. ضيق حاد بالتنفس هو السبب الاكثر شيوعا عند الناس، وبتتطلب الملطفه الرعائيه زياره قسم الطوارئ. كما أدرج نظام الخبير الطبي على الإنترنت حوالي 497 من الأسباب الواضحة بأكتوبر 2010، والأسباب الأكثر شيوعاً هي القلب والأوعية الدموية، منها احتشاء عضلة القلب الحاد وقصور القلب الاحتقاني، بحيث تتضمن الأسباب الشائعة مرض الانسداد الرئوي المزمن، الربو، استرواح الصدر، وأزمة رئوية، التهاب رئوي، صعوبة بالتنفس. ويمكن أنه يكون ببعض الأحيان غير ضارة نتيجة لممارسة أو احتقان الأنف، وبحالات أخرى قد يكون علامة على وجود أمراض القلب الأكثر خطورة أو أمراض الرئة. يجب أنه يتم تقييم حالات ضيق التنفس المتكرر من قبل الطبيب لتحديد السبب. هذا هو خبرنا. بيصيرنا استضيف بحلقة اليوم معي بالستوديو دكتور هادي سكوري. أهلا وسهلا فيك دكتور. حضرتك اختصاصي بأمراض القلب والشرايين ومتخصص بقصور القلب. أهلا وسهلا فيك ضيف ببرنامجنا دكتور. أهلا فيك. اليوم موضوع حلقتنا يمكن كتار من الناس شعروا فيه، خبر حدا خبرهم عن هالحالة، يعني ما بتخيل حدا بحياتنا اليومية ما قطع بضيق بالتنفس، يلي هي هلا رح يقولوا هي يمكن شو لها علاقة ضيق التنفس بمشاكل القلب وغيرها. نحن اليوم رح مع حضرتك دكتور حنعطي صورة واضحة شو هو ضيق التنفس أو بالتنفس، شو أسبابه، أكيد في أسباب عديدة رح تعدد لنا إياها، ولكن حنتوقف أكثر عند الأسباب المشتركة بين ضيق التنفس ومشاكل القلب. بالبداية كل اللي قلناه مزبوط؟ مزبوط. أول شيء ضيق النفس مش مرض بحد ذاته، هو حالة أو عارض يلي بيكون سبب لأمراض عدة. نعم. منها مثل ما تفضلتي حضرتك الرئة والقلب هن الأكثر. نعم. أسباب يلي بيوصلوا المريض أو بيسببوا ضيق النفس. نعم. هو ضيق النفس بحد ذاته هو شعور شخصي، المريض أو الإنسان اللي بحس بضيق بالنفس بقول في وصفه بأكثر من وصف، يعني مثلا في يقول اختناق، في يقول نقص بالهواء، في يقول تقل على الصدر، هو كله نفس الشيء بيوصله انه هذا معه ضيق نفس. فهو شعور شخصي، كل واحد عنده درجه من الشعور، يعني في مريض بيحس ضيق النفس خفيف، بينما نفس ضيق النفس عند غير مريض بيكون كثير. بس تعريف ضيق النفس لو شو ما كانت اسبابه هو نفسه. يعني ما بيختلف ضيق النفس الناتج عن مشاكل بالقلب، او ضيق نفس الناتج عن الرويه، او ضيق نفس ناتج عن جهاز تنفسي، هو الشعور نفسه بس دائما بيتضمن مع الشعور، بيترافق يعني بيترافق مع الشعور غير عوارض يلي بيدلوا المريض انه او بيدلوا الطبيب انه هالمريض عنده معقوله قلب اكثر او معقوله رئه اكثر. اوكي. يعني حسب العوارض المرافقه لضيق التنفس. طيب شو هو ضيق التنفس؟ هو شو بيصير يعني تتحس بهذا الضيق؟ هلا ضيق التنفس هو الجسم بحد ذاته بده يوصل الاكسجين. أوكي. للاعضاء الحيويه. اوكي. لما الجسم ما يعود يلبي اعضاء الحيويه بما يوصلهم الاكسجين،
ساعتها المريض راح يحس بضيق نفس لان ما عم يقدر ياخذ نفس، لان الرئه بحد ذاتها هي بتاخد الهواء، بتاخد منه الاكسجين، بتنقل الدم المشبع بثاني اكسيد الكربون، بتطلع ثاني اكسيد الكربون من الجسم. فلما الرئه ما تعود تلبي هالشيء ساعتها بحس المريض بضيق بالنفس. هذا اكثر اهم سبب لهالشيء. يعني في يقول انا نفسي تعبان، في حس حالي مش مرتاح بالتنفس، في يقول تقل على الصدر، بلطع على صدري، في حس انه عم بينهش، عم يختنق، عم يختنق، هو كلهم ضمن ضيق النفس بالتنفس. وعاد هيك مش ما في حدا منا الا ما شعر خلال فترة معينة من حياته بهالشعور هذا بضيق النفس. هلا في ضيق النفس معقول يكون، هيك تكون حالة كثير عابرة، يعني انا طلعت درج ضيق نفسي مثلا من انه طلعت بطريقة مش مزبوطة مثلا. فبده واحد يميز بين ضيق النفس ناتج عن ضيق الخلق، ضيق الخلق معقول يودي لضيق النفس. لأن انا بضل ضيق خلقي بصراحة. فضيق الخلق بيندرج تحت خانة التعصيب او المشاكل النفسية اللي بتدق بتودي لضيق النفس. لا خليني على ضيق التنفس احسن، اذا هذيك فيها مشاكل نفسية. طيب خلينا نبلش نحكي دكتور عن الاسباب يلي بتوصل لضيق النفس، يلي حقيقة هي مشاكل مرضية. بتخيل قلنا انه ضيق التنفس هو حالة فيها تكون عابرة، فيها تكون سببها شغلة كتير اساسية. شو هني هالاسباب؟ خلينا نبلش بالاشياء العامة حتى افوت ارجع تفاصيل الاشياء اللي لها علاقة بالقلب. هلا الانسان وضعه الصحي طبيعي، نعم، في حس بضيق نفس اذا كان حسب عوامل البيئة، مثلا اذا عم يعمل جهد بشوب كتير او بدرجة سقعة قوية في يحس بضيق نفس. اذا عم يعمل جهد قوي سترينيوس اكسرسايز مثلا، او طلع على ارتفاع عالي محل ما في نقص اكسجين، هو طبيعي يحس بضيق نفس. هذا انسان طبيعي. فضيق النفس بيكون من شيء بسيط معقول يصير لشيء يؤدي لشيء مميت يعني. فهيك في سبكتروم. هلا اهم اسباب ضيق النفس اذا ما نحكي الرئه والقلب هن اكثر الاسباب، وضيق النفس هو ثالث سبب يلي بيجوا او بيتصلوا فيه الناس او بيجوا على الطوارئ فيه ضيق النفس. ضيق النفس هلا هو لانه بين هلالين دكتور، هل هو لانه هالقد مزعج او لانه هن بيخافوا انه يكون عندهم شيء مخبى ورا ضيقه هالنفس؟ لان بيوصف لك الانسان اللي عم يضيق نفسه انه بالاختناق، بحد اختناق بيصير يخاف، بيترافق هذا بس يحس المريض بس يحس بضيق النفس بيترافق مع شعور بالخوف او الاختناق. اوكي، وهذا الخوف السبب يلي بيخليه والخوف يوصل. بيصير يزيد هالشيء. اوكي، بيصير يزيد هالشيء. أوكي. بس دائما في سبب لهالشيء. عاد هيك انه ما نقول دائما انه لا ضيق النفس هو شيء طبيعي نتيجه العمر، ما لازم نبررها يعني اصلا. مثلا في كثير مرضى بيقولوا لك عم يضيق نفسنا او بطلنا عم نقدر نمشي كثير لان عم يضيق نفسنا لانه عم نخطر او كبر العمر. هذا غلط، هذا الشيء تبريره هذا يعني تبرير. هذا ننسب هالشيء لكبر العمر او شيء. لا، كمان في ضيق نفس بيجي عم نحكي بالقصص الخفيفه اللي ما بتدعي لشيء طبيعي. اللي ما عنده نشاط جسدي يعني ما بيعمل رياضه بيتعب دغري يعني، خصوصا دول عربية عنا. فرجت دراسات انه 60-70% من الشعب العربي هون ما بيعمل نشاط جسدي، عنده فيزيكال ان اكتيفيتي شي 60-70%. وتاني الشغلة السمنة الزايدة، الوزن الزايد بحد ذاته كمان بيضيق النفس. وهذا شيء طبيعي من وراء الوزن الزايد، والوزن الزايد ما بيعود يعمل نشاط جسدي. وبتوصل عنا بمناطق بعض الدول العربيه ل 42% من العالم عندهم سمنه زايده. حكي الحال دكتور، يعني كمان اذا بنلاحظ الاشخاص اللي عندهم كرش اللي بيسموه كرش الوجاهه على طول ضيق نفسهم، يعني بتحس نفسهم تعبان، يمكن لانه هن بحسوا حالهم ناصحين مزعوجين يعني. كل هول كمان فيها تكون هيدي عابره من وراء مش لانه هن بحسوا حالهم مزعوجين يعني، بس يمكن الشخص اللي عنده سمنه زايده عنده امراض ثانيه اللي بتحس بتوصل لضيق النفس. نفس الشيء اللي عنده سمنه زايده ما بيعمل كثير اكتيفيتي او ما بيعمل نشاط جسدي، كمان هذا لما يمشي او يتحرك بده يحس بضيق النفس. هذه من الاشياء الطبيعيه مش كثير خطره يعني. يعني هذه القصص مش خطره. هلا مثل ما قلنا في القلب وفي الرئه. هلا الرئه مش بدنا نقول الرئه هي كل شيء بمجرى النفس. أوكي. يعني مثل ما تفضلت حكيتي حضرتك انه اذا في عنا مشكله بالمنخار او بالتم او بالفم او بالمنخار كمان، لان هون النفس بصير، اذا في عنا انغلاق، اذا في عنا التهابات، كله هذا سينوزيت، لما واحد يرشح او يجرب كله هذا بحس بضيق نفس. او لما ينزل بين الدنيا ويكبروا كمان كمان بحس بضيق نفس لان بيتسكر مجرى الهواء. طبعا بنوصل بعدين للرئه وكل امراض الرئه من الربو هو
والسي او بي دي اللي هو انسداد الرئوي المزمن، هو اهم اسباب بالرئه. في اسباب اخرى، وكمان نرجع للقلب، كمان هو السبب الثاني القلب. خليني قبل ما احكي عن القلب، في شغله كثير مهمه يا دكتور يلي هي فقر الدم. دائما دائما نحن من عن جد بتلاحظ بس يكون حدا منا عنده فقر دم بصير يتعب نفسه، بصير حاس حاله هو اصلا تعبان، كمان له علاقه بضيقه النفس. بدي اذكرها بعدين من الاسباب الاخرى. بس فقر الدم مثل ما قلت بالاول انا، لان شو لما يكون عندنا فقر دم، لان الدم هو عم يوصل الاكسجين على انحاء الجسم. لما يكون عندنا فقر دم يعني ما عندنا خلايا او كريات دم حمر اللي عم تحمل هالاكسجين، ساعتها بحس المريض بضيق نفس لان ما عم يوصل والجسم والرويه بدها تعطي اكثر اكسجين لتوصل للجسم، عاد هيك بحس بهالشيء. بس كمان كنت بقول قبل القلب كمان الرئه والاعصاب الهوائيه هن احد الاسباب يلي معقول يسبب لضيق نفس. بس كمان النفس الشهيق والزفير بيتضمن غير الرئه، بيتضمن القفص الصدري. القفص الصدري هو عامل لما يفتح الصدر ويسكر الصدر هو عامل ياخذ الهواء، عامل للشهيق والزفير. يعني فاذا عندنا مشكله بالقفص الصدري، ضعف بالعضل او كسر بالضلع، رح يحس المريض ضيق نفس. يمكن بيحس مع وجع، يمكن مرات ما بحس مع وجع اذا في عنده كسر، بس مرات اغلبيه الوقت بحس بوجع. بس اذا عنده ضعف بالعضل القفص الصدري كمان رح يحس بضيق نفس. وشغله ثانيه الحجاب الحاجب اللي هو الدايفرام اللي بيفصل الرئه عن المعده، كمان هذا بيساعد على الشهيق والزفير، عمليه الشهيق والزفير. فكمان اذا في عندنا مشكله خلل فيه مرات بعد ناتج بعد عمليات قلب او بعد عمليات بالمعده، بيصير في عندنا مشكله بالحجاب الحاجب، ما بعود يعمل انبساط وانكماش مزبوط، ساعتها بحس الواحد بضيق نفس. بس كمان اذا في عندنا نفخه بالمعده، اللي في اغلبيه العالم عنده اياها، لما يكون في عندنا مشكله بالمعده نفخه، او عند الحبل المرأة الحبلة بتحس الآن في بطنها شيء كبير، هذا عم يضغط على الحجاب الحاجب، كمان هذا بيؤدي لضيق النفس. يعني كل شيء بيضغط على الحجاب الحاجب ممكن أو بيسبب خلل بالحجاب الحاجب أو بالقفص الصدري، كمان بيسبب ضيق النفس. نرجع بعدين للقلب. القلب في أسباب كثير لضيق النفس. أول شيء هي كسول القلب، يعني ضعف القلب يلي بيصير في احتئان أو احتشاء للدم بالقلب، لان القلب ما عم يقدر يضخ الدم على الانحاء على الجسم. فالضغط بقلب القلب بيعلى، ولما يعلى ضغط بقلب هالضغط بيروح بيرجع لورا على الرئه، بسبب احتشاء رئوي واحتكار رئوي، ساعتها الجسم الرويه ما بيقدروا يوصلوا الاكسجين كافي على الدم، بحس المريض بضيق نفس. في نوعين من كسور القلب. في كسور القلب لما العضله القلب ما تعود تضخ منيح، او بسموها اول العضله ما تعود تنبسط منيح. أوكي. الانبساط. هلا بنعرف، حكينا بحلقه قبل عن العضله لما ما تعود تضخ منيح عن ضعف القلب وكسور القلب كيف بيصير في احتكام بالروايه. بس كمان في عند كثير من الناس او حوالي 40% او 45% من اللي عندهم كسور بالقلب عندهم مشكله بانبساط العضلي. يعني بيعمل مريض صوره صوتيه للقلب، بيقولوا له العضله منيحه عم تضخ منيح بس ما عم تنبسط منيح. هو الناس اللي عندهم مشاكل ضغط، عندهم سكري، الكبار بالعمر، هو لما يصير عندهم هالمشكله بيروحوا لعند حكيم الرئه بالاول، لان عندهم ضيق نفس، بيلاقي ما في شيء رئه، بيبعتهم لعند حكيم القلب. حكيم القلب بيعمل الصوره، اذا الصوره طبيعيه لقى ما تضخ منيح، مرات بيقول انه يمكن ما في شيء بالقلب، بس يمكن لا، بده دائما نفكر انه معقول يكون هذا للانبساط تبع القلب، عدم القدره على انبساط القلب. فهذا نوع جديد من كسور القلب يلي عم يزيد انتشارا، وللصراحه علاجه بعد مش كثير وتشخيصه دقيق بالصوره الصوتيه مع فحوصات دم. بس مش كثير صعب، يعني في كثير غلطه التشخيص. صعب. فهون صعوبه التشخيص، بده يفكر المريض، لان بيكون المريض كلهم بيكونوا كبار بالسن، عندهم مشاكل اخرى، ضغط وسكري او فيهم سمنه، هو كلهم بيؤدوا لهالنوع من ضعف القلب، لعدم الانبساط بالقلب. بسموه دايستوليك هارت فيلر او هارت فيلر وذ بريزيرفد ايجاكشن فراكشن، سو الكسور القطفي بيكون طبيعي بس ما بينبسط القلب. كمان هذا نفس الشيء
بيزيد الضغط بقلب القلب، وبيصير في احتشاء بالرئة كمان. يعني هن اكثر كمان المشاكل بتخوف للضيق التنفس هن مشاكل القلب، يعني هن اكثر اثنين القلب والرئة، قلب ولكن الرئة بيتفرع منهم اشياء خفيفة وفي منهم اشياء لا بدها مظبوط مظبوط. دقة وانتباه اكثر يعني وخطرة. يعني من الاسباب خفيفه لاسباب مميته. عاد هيك واحد بده ينتبه انه امتى بده يروح على الطوارئ او يروح يشوف حكيم لما يحس بضيق نفس. دكتور لما بنقول نهشة على الصدر هي نفسها ضيقة النفس؟ كمان نفس الشيء، اوكي. كلهم نفس الوصف، يعني نفس لنفس الشبه. لما بقول لك عم بنهش يعني انا تعبان بالتنفس، يعني مش عم عم بنهش بتنفس يعني عم مزبوط. بتنفس بسرعه او عم بتنفس بصعوبه، يلي يعني هي ضيق نفس بحد ذاتها كمان. يعني فاذا قلنا في اسباب عديدة، منا رئوية منا قلبية ومنا منا خفيفة يلي مثل فقر الدم فقر الدم، ومشاكل الحبال، بالسينوزيت الغدي الحبل. كمان، الغدي الدراقية لا اذا بتفرز كثير اكيد كانت نعم تعمل ضيق نفس، او اذا في الغدة كبيرة مثل الجويتر كمان بدها تضغط على مجرى الهواء على التراكيا كمان بتعمل ضيق نفس. هلا اكيد دائما بيترافق مع ضيق النفس لنا عوارض اخرى، اكيد. لحد هيك بده يميز المريض والطبيب اوكي كيف. هذا السؤال بدي اسالك اياه اليوم. حضرتك قلت انه في عوارض بترافق ضيق النفس اللي من خلالها بتقدروا تقريبا تاخذوا فكره مظبوط من اي عضو هي جايه بجسم الانسان او شو السبب يعني اللي ممكن مسبب هذه ضيق النفس. راح اخذ الجواب من حضرتك دكتور من بعد هذا الفاصل. عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجله الصحيه مع ضيفنا دكتور هادي سكوري. برجع برحب فيك من جديد دكتور سكوري. حضرتك اختصاصي امراض القلب والشرايين ومتخصص في قصور القلب، اهلا وسهلا فيك ضيف. كنت سالتك هذا السؤال قبل الفاصل يلي شو هن العوارض يلي حقيقه بتركزوا عليها لحتى تقدروا تفرقوا ضيق التنفس من اي مرض جاي او اي مشكله جايه منها. اول شيء بدنا نشوف اذا هل ضيق النفس مزمن عند المريض او حاد هلا له. نعم ثاني شيء بدنا نشوف اذا في عوارض مثل قلنا اخرى، مثل اذا ضيق النفس مترافق مع صفرة بالصدر والمريض صغير بالعمر، نعم معناتها هي بدنا نفكر اكثر بربو. اذا اوكي مترافق مع حرارة وسعلة وعم بلغم موالية معقول يكون التهاب بالرئة. اذا مزمن مترافق مع سعلي وبلغم سي معقول او بي دي. يكون سي او بي دي. اذا المريض عم يحس بضيق نفس على المشي معقول يكون رئه، معقول قلب يكون قلب. بدنا نسال اسئله اكثر، اذا بحس بضيق نفس هو نايم مسطح بده يقوم بالليل من ضيق نفس، عم يعلي المخدات تحت راسه ليقدر رئة يرتاح، في ورم برجليه، ساعتها بنفكر اكثر هارتفيلر قلب او قصور قلب. اذا عم يحس بضيق نفس مع وجع بالصدر لما يمشي بنفكر بانسداد او تصلب بشرايين القلب. اذا صار عنده وجع صدر مع ضيق نفس بنفس الوقت وتعرق بدنا نفكر بجرحى قلبيه. في حال صار عنده ضيق نفس مزمن عم يصير جراجوال مع الوقت، والمريض معقول يكون عنده انسداد باحد الصمامات مثل الاورتيك ستينوسيس، انسداد صمام الابهر، بدنا نفكر بالقلب او بالصمامات هو المشكله، او باي صمام اخر، حيالله صمام على جهه الشمال من القلب هو الصمام التاجي او الصمام الابهر. اذا في عنده مشكله تنفيس او انسداد نياتهم بيعملوا ضعف بالقلب وكمان بيصير ضيق نفس. اوكي مثل ما يعني قلنا جرحى مهم القلبيه كثير كمان. الحديث بينك وبين المريض اكيد لحتى تقدر تاخد كل هالمعلومات تقدر تحدد مظبوط. لان ضيق نفس كلمه سهله بس ايه انه تشخيصها شو هو صعب كتير، يعني بسموه تشالنجينج دايجنوسيس. يعني حتى دكتور نحن قاعدين بحياتنا العاديه يعني بناخذها كانه ضيق نفسي يعني انه بس مزبوط بتكون انه انت مش بس شيء عابر. ايه هلا انه مش ضيق النفس اذا بتكون مستمره او بيرسيستنت هون لازم المريض يخاف في انه لازم يروح. مشاكل، في مشاكل يعني بسيشيك ممكن تكون او اصلا بسيكولوجيك كمان ممكن تؤدي لضيق نفس، اكيد يعني مثلا اكيد ديبرسيون الانكسيتي كلهم هودي ممكن يؤدوا لضيق نفس كمان. انكزايتي ديبرشن اني ستريس بيعمل مثل الهايبر فنتيليشن سيندروم، بصير يتنفس الواحد بسرعه اكثر، في بانيك اتاكس لما الواحد يخاف يعني كمان كله هذا بحس بضيق نفس كمان. هذا هو الاسباب، بس واحد بده يتاكد انه ما في سبب باثولوجي سبب مظبوط مهم مهم قبل ما يقول انه بينسب هذا لضيق نفس ناتج عن
شيء نفسي او عن شيء تعصيب او عن شيء ديبرشن. طيب لطالما حضرتك وضحت عن العوارض اللي ممكن ترافق ضيق النفس عند الاشخاص، وحكينا انه هي كمان بتختلف حسب العمر، وفيها تكون عند طفل يختلف تشخيصها او اذا بدك اسبابها عن شخص كبير، ولكن دكتور يعني هون هيدا بعدك عم تحكي عن عوارض، ولكن حكينا الاهم هو بالتشخيص. كيف بتشخصه؟ يعني اذا اجى عندك مثلا مريض، اوكي حكيت انت وياه، واوقات المريض ما بيوصل لك، يمكن ما بيوصلك للي انت حابب توصل له، لانه بيقول لك يمكن كنت هيك، او اوقات بحس هيك، مش متاكد، يعني هون بتضلك انت بين حديث بينك وبينه، بس ما بتكون اخذت التشخيص الطبي المضبوط اذا بدك. مضبوط. على شو بتعتمدوا لتشخصوا السبب المؤدي الى ضيق التنفس؟ يعني مثل ما قلنا بالاول بدنا نسال كثير اسئله. أوكي. مع المريض تنقدر نتوجه كيف. اوكي. هلا في حال كان صعب ناخذ منه اسئله او حتى بتاخذ اسئله بس ما بتكون كثير اجوبه، ساعتها بده يعمل اول شيء، واحد بده يعمل اول شيء فحص عام للجسم. نعم. بده يفحص قد ايه عم يتنفس المريض، فحص السريري يعني. فحص السريري يعني بتضمن اول شيء هالقصص المهمه مثل ضربات القلب. أوكي. اذا قد ايه سريعه او لا، هي مهمه تنشوفها. الضغط اذا عالي او منخفض. فرضو كل ما بيكون في ضيق تنفس كل ما بتسرع دقات القلب، اغلبيه 9 دقات القلب. أوكي. لان لما يصير في ضيق نفس بده يزيد هالهرمونات اللي بتزيد تسرع دقات القلب. أوكي. يعني هن بيمشوا مع بعضهم مثل الهرمونات اللي بيصير واحد يهرب. لما واحد مظبوط. يهرب او يخاف بده يتنفس بسرعه، بده يدق قلبه بسرعه. اوكي. فعاد هيك بنشوف قد ايه المريض عم يتنفس، قد ايه ضربات قلبه، قد ايه الاكسجين بالجسم، نقص الاكسجين بالجسم، قد ايه الضغط وقد ايه الحراره. هو كثير مهمين نعرفهم. ما نفحص له اكيد القلب ونفحص له الرئه ونشوف اذا في اني في شيء تسكير بالمجرى الهواء او مجرى التنفسي يعني. اوكي. ونطلع اذا في ورم بالرجلين هيك، ساعتها تناخد اي دي اكثر. اذا ما قدرنا كمان ساعتها بدنا نعمل صور شعاعيه او اي كي جي تخطيط للقلب مع تشيس اكس راي. اوكي. صوره اشعه للرئه تنشوف اذا في مشكله بالرئه او لا. لان مرات كثير ما هي كمان بتتضمن حسب قلت لك حسب العمر. مثلا مريض حسب العمر وحسب اذا مزمن او لا. يعني مثلا بيجي شاب عمره 22 سنه فجاه صار عنده ضيق بالنفس، بيختلف عن ما مريض عمره 55 صار له شهرين ثلاثه عم يزيد نفسه، عم يزيد ضيق النفس شوي شوي جرادولي. يعني أوكي. اذا هالشاب اجى بسرعه صار عنده ضيق نفس مع ضيق نفس قوي مع تعرق انزعاج، ما رح نفكر بالقلب هون، نفكر بالرئه اكثر. ومثل بيصير في عندنا مثل شيء اسمه نوموثوركس او هواء على القلب على الرئه من برا بقلب غشاء القلب، بيعبي مثل بيفقع شيء صغير بالرئه بيعبي الهواء بغشاء القلب بيضغط على الرئه. هي حاله طارئه ولازم يروح على المستشفى تيقدروا يعالجوه فيها او بيختنق المريض. يعني فبتختلف عن مريض عم جراجول عم يصير عنده، خاصه اذا واحد عمره صغير انا بفكر اكثر بالرئه بالصفراء. الا اذا مثلا كمان عم يصير عنده ازرقاء ما نفكر حول الشفه او ازرقاء بالاطراف، ما نفكر معقول يكون عنده مشاكل خلقيه بالقلب، ساعتها نعمل ايكو تنشوف. أكيد. او مشاكل رئه قويه او ارتفاع بضغط الرئه بالمونري هايبرتنشن، كمان هذه بتسبب لضيق النفس. يعني فحسب شو بيقدر الطبيب من الفحص السريري من الهيستوري اللي اخذها او من المعلومات اللي اخذها من المريض تتنتقل ومن لها العمر وكيف اجى هالضيق النفس باي امتى بيجي على المشي على الحركه هو مرتاح، كله هذا بيختلف. طيب دكتور اوقات كثير بتشخيصك السريري ممكن تعتمد بس على التشخيص السريري وما تكمل باقي الفحوصات والصور وتكون حسيت انه في شيء عابر، او لا اليوم مع كل هالمضاعفات والمشاكل ما بتتوقف عن بس فحص السريري، حتفوت اكثر بتفاصيل؟ لا بتختلف. يعني في اذا بلاقي المريض صحيا منيح ما بو شيء، وثاني شيء العوارض اللي عم يحكيها عابره ومنا مستمره وما عم تشكل اي خطر وما بتشكل اي انزعاج على حياته العمليه، وما عنده مشاكل ثانيه صحيه مثل ضغط سكري كذا، وعنده مشاكل نفسية أو انزعاج أو ستريس، ساعتها فيني اطمن بالي ما أعمل له أكثر فحوصات. بس إذا مريض عنده مشاكل أوريدي بالرئة أو على شكل بالقلب أو ضغط أو سكري وجاي بضيق نفس، بصير عندي لو ثريشولد أو إنه لازم أعمل فحوصات أتأكد إنه ما عنده شيء. بس مريض صغير بالعمر ما عنده أي مشاكل صحية، ضيق نفس عابر أو ضيق نفس على المشي وهو ما عم يعمل رياضة كثير، ما راح اعمل شيء ثاني، بقول له خلص طمنه. طيب دكتور اليوم بعرف انه مثل كل شيء في له علاج،
بس اليوم اذا عم نحكي عن ضيق نفس ناتج عن كل هالامراض اللي حكينا عنها، ان كانت رئه او قلب او فقر دم او شيء بسيشيك او بسيكولوجيك او حيالله شيء، يعني انت مش عم تعالج كضيق نفس نفس، بدك تعالج السبب اللي مظبوط مؤدى لضيق لهالمشكله هيدي. 100%. لان احنا ضيق النفس اللي عم نحكي عنه منه مرض بحد ذاته، هو عم ناتج تقول عن شيء، حاله، هي حاله ناتجه ناتج عن مرض عن ما. مرض، فبدنا نعالج المرض اللي سبب ضيق النفس. عليك اهم شيء التشخيص، بس نشخص ساعتها بنعالج حسب التشخيص. يعني اوكي. هلا اذا اجى المريض بحاله ضيق نفس قويه على الطوارئ، ساعتها بده يتعالج قبل ما الاكسجين. قبل الاكسجين، بده يتعالج ببخاخات، بده يتعالج يمكن بتنفس اصطناعي قبل ما ينعرف السبب. بس اذا المريض ما عنده هالعوارض القويه اللي بدها تؤدي لخطر على حياته، لا بده ينعرف السبب قبل وبعدين يتعالج على حسب السبب. وبترجع بتعالج انت العارض، يعني بتعالج العارض بترجع المرض تعالج السبب. لا يعني بدك تعالج، هلا انت بيوصل لعندك عنده ضيقه النفس، مظبوط، علاجت عارض ضيقه النفس، اعطيته اكسجين مثلا او بخاخات. اوكي، يعني اول اسعافات اوليه اذا هذه بدي اولى، نحكي يعني اذا اسعافات اوليه في اوكي حال كان عم تشكل خطر على ايه، حياته يعني او يعني اذا جاي الاكسجين كثير مزعوج من مزعوج. ضيقه النفس مش رح تنطر وتقول له اكيد خليك ضيق نفسك اكيد لاني اعمل لك كل هالفحوصات، لا بتقول له خليني ريحك ونفوت بهالطرق. بنفس الوقت ان بارل بدي يكون عم اعمل ايه فحوصات هذا اللي لاشوف، بدي بدي اقوله. اتاكد بالان اوكي بارل، يعني بدي اعمل صوره للصدر، بدي اعمل تخطيط للقلب، بنفس الوقت عم اعطيه ادويه لتريحه شوي. طيب، هل كل ضيق نفس ناتج عن مرض ما من هالمرض الامراض اللي حكينا عنها يعالج، او في امراض بتترك هيدي الضيق نفس مزمنة؟ هلا في امراض مزمنه مثل السي او بي دي، اوكي هذا ما راح المريض يصير كيوت وما يعود يحس بضيق نفس. اوكي مع الوقت كسور القلب بده يضل يحس بضيق نفس اوكي قليل لما يعود يحس بنفس. يعني في يعني بتعالج انت فيك تخفف. بتخفف ضيق النفس، بس ما في يروح على الاخر ضيق النفس، يعني بده يتاقلم بنمط حياه جديد المريض. يعني يعني اليوم دكتور بهالحلقه لازم نقول لهم للناس يعني خافوا وما تخافوا، كانه انتبهوا بس يعني ما تستلجؤوا. يعني اهم شيء اذا صار اذا عنده ما اذا حدا من اذا مريض عنده ضيق نفس وطول عليه ضيق النفس، او عنده احد الاسباب اللي ذكرناهم حراره وجع صدر، ما ينطر ويقول بطول بالي. ايه وثاني ثاني شيء، مريض كبير بالسن اذا عنده ضيق نفس ما يقول انه هذه نتيجه كبر السن وما في شيء وصار تزيد مع الوقت، لا بده يروح ينفحص عند الحكيم يتعالج ليشوف شو السبب. قليل السبب عند كبير بالعمر مع كل المشاكل الصحية ما يكون في سبب لضيق النفس. يعني هلا اكيد في اسباب نفسية كمان، اذا ما عالجنا الاسباب النفسية راح يضل المريض يحس بضيق نفس، او لما يعصب بحس بضيق نفس. المريض اللي ما بيعمل مجهود متواصل او نشاط جسدي، الانفيت بيبل، هو اكيد لما يمشوا شوي راح يحسوا، او الاوبيس بيبل اللي عندهم سمنة كثير، هو راح يحسوا بضيق نفس طبيعي. يعني بس طيب في اهم اكسرسايز بينعمل مثلا تعرف اذا انا عندي ضيق نفس ايه او لا؟ اكسرسايز، بتعرفي هو الاكسرسايز معقول يعمل لك ضيق نفس، بس انت بتكوني عم تحسي بضيق نفس، مش واحد بده يعمل. اذا واحد، ما هذا قلنا من الاول يعني ما في الديفينيشن، شخص لقالي انه انا اذا عندي هالحاله ايه او لا لا مثلا انه الديفينيشن عندي انه ضيق النفس انه واحد هو انزعاج شخصي، اذا ما عنده اياه ليه بده بدنا ننبش عليه؟ ينبش عليه يعني اذا ما حس فيه. اوكي انا برايي ما في، رح اذا فوت في حالات ما في فيه. مباشره دكتور لفقره التغذيه، شوف شو ضلنا من معلومات برجع بكمل حلقتي مع حضرتك. بيقولوا ما بيختلفوا اثنين على أهمية ومحورية جهاز القلب والشرايين بالحفاظ على صحة الجسم وعلى سلامة أعضائه وأدائه لوظائفه الحيوية بأفضل صورة. لذلك لأنه جهاز القلب والشرايين هو المسؤول عن تزويد أعضاء الجسم كافي بالأكسجين الغذاء يلي بيلزم هيدي الأعضاء حتى تتمكن من أداء مهامها. لذلك فإنه الحفاظ على صحة القلب والشرايين يعني الحفاظ على صحة الجسم عموما، ومن أهم جوانب الحفاظ على صحة القلب هو الحصول على غذاء صحي متوازن يعزز صحة القلب وبيشتغل على تقوية عضلة القلب وبيساعد بالوقاية من أمراض القلب والشرايين المختلفة، وحتى قد يساعد بعلاجها إن وجدت. وأن الغذاء الصحي للقلب يتجاوز الأطعمة قليلة الدسم والخالية من الكوليسترول ليشمل المكسرات والسمك أنواع الخضار والفواكه وحتى القهوة، صح أو خطأ؟ صح. قد ايه بتعطوا أهمية لهذا الموضوع؟ أكيد كل مريض ما نعمل له وقاية من أو عنده مشاكل بتؤدي لضعف قلب أو لمشاكل تصلب بشرايين القلب، ما في عامل وقائي، ما نقول له شو انواع الاكل
لازم يمشي يخضع عليها او نمط يتبعها. يتبعها. فاكيد ما نحكي عن مثل ما حكيت عن السمك والاوميجا 3 اللي فيه للسمك، النطس، كل شيء مكسرات ني اكيد مش مقليه او أكيد ايه. هو كمان مهم لان بتزيد نسبه ال اتش دي ال هو الكوليسترول المنيح، ومعقول تخفض نسبه ال ال دي ال. بس الكثره منهم اذا واحد صار ياكل كثير، ما هذا كمان اوريدي فيه كوليسترول، صح معقول تعلي ال ال دي ال. يعني مظبوط اكيد كله بشكل مدروس. مودريت اماونتس يعني. فبدي ياخذهم السمك، الاكسرسايز، توقيف عن التدخين طبيعي مع كل سبب. هو بدنا نذكر كمان توقيف التدخين وضيق النفس صح، كمان مرتبطين لهم ببعضهم، علاقة. مرتبطين مظبوط ببعضهم كمان. دكتور، عندي سؤال قبل ما انتقل لاخر فقرة ونصيحة بتعطيها للمشاهدين. اليوم بينحكى عن ال ال دي ال وال اتش دي ال، قديش مهم يكون ال اتش دي ال عالي ان كان عند الرجال او عند النساء؟ طيب واذا عم نشوف معدل ال اتش دي ال هو تقريبا عم بيكون واطي عند الكل، شو بنعمل بهيك حالة؟ هلا بالمنطقة عنا هون ال اتش دي ال شوي واطي نسبة، في عامل جينيتكس جيني وراثي وراثي، وفي عوامل تانية واحدة منها هي الان اكتيفيتي او قلة النشاط الحركة. الجسدي، قلة الحركة كثير مهمة، ف وطبيعة الاكل كمان. فعاد هيك الواحد بدل ما يكون عنده لو اتش دي ال، هلا ما في ادوية معينة رح كان في تعلي أدوية الاجر، وما مشي ما حالها مشي كثير، حالها. صح هلا في دراسات على ادوية تانية، بس اهم شيء بده يحافظ على نشاط معين، يعمل رياضة هي بتعلي ال اتش دي ال. بده ياكل اكل بيعلي ال اتش دي ال مثل ما قلنا، النطس، صح المكسرات الناي معقولة تعلي ال اتش دي ال، باعتدال كمان. مرات الاكزوتيك فروتس كمان بتعلي ال اتش دي ال، وكمان الواين بكميات مودريت قليلة. اماونت خفيفة، كمان البيض مرات بيعلي ال اتش دي ال كمان. سو بس ما في شيء دواء معين لل اتش دي ال هلا. أبدا. خلينا نفوت لآخر فقرة والنصيحة الأخيرة. شو النصيحة الأخيرة اللي بتعطيها للمشاهدين؟ ما زلنا عم نحكي عن ضيق النفس. أهم شيء إذا ضيق النفس بيستمر لفترة أطول من الدقائق وبيسبب انزعاج للمريض، لازم يسأل يستشير حكيم أو يروح على أكيد الطوارئ. تاني سبب، إذا مريض كبير بالسن ما لازم يقول إنه ضيق النفس نتيجة كبر السن. مريض عنده مشاكل صحية بالقلب أو بالرئة وصار عنده ضيق نفس، ما لازم يهمل حاله. دائما دائما لما يكون في ضيق نفس مع عوارض تانية مثل الحرارة أو شيء كمان مهم يروح، أو إزرياء بالجسم لازم ما يهمل حاله. ودائما ضيق النفس بده يكون ما نفكر فيه إنه هو عارض نتيجة سبب، مش هو مرض بحد صح ذاته يعني. ودائما مشاكل نفسية بتأدي لضيق نفس، مرتبطة بيه. مرتبطة بضيق النفس كمان. شكرا لك دكتور هادي سكوري، شكرا لحضورك ضيف معنا بمجال الصحية ولكل شكرا لك. المعلومات اللي اعطيتها للمشاهدين. شكرا لك Thank you. مشاهدينا، لهون بتنتهي حلقتنا. بذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم. لأن الصهاينة أيضا يعيشون حالة إرباك كبيرة، وخصوصا يشعرون أنهم باتوا محاصرين بقوة عسكرية يعترفون بقدراتها المقاومة. صحيح أنهم عطلوا جزء من فعالية سوريا، لكن يكون سوريا ما زالت تملك قوة جدية بالإضافة للمقاومة في غزة ومقاومة الشعب الفلسطيني. وباتوا يدركون أيضا أن سلاحا فاعلا كانوا يستخدمونه بالسابق هو سلاح التأييد الدولي، الرأي العام الدولي، أنهم ضحية صغيرة، ديفيد الصغير أمام جوليات الكبير.